نشوف التقرير ده في الغربية كمان، اشتعلت النار في البيوت، فنفس الوضع يعني الأهالي قال فتش عن الجن. تعرض منزل بقرية أبيب مركز كفر الزيات بالغربية للحرق عدة مرات في ظروف مفاجئة، اضطرت صاحب المنزل للاستعانة بشيوخ لمعرفة سبب الحريق، لكن محاولات الوصول لحل باءت بالفشل، واتهموا الجن بحرق المنزل، ما أثار حالة من الرعب والفزع بين أهالي القرية. بيتي أنا قاعد في رعب بصراحة، ربنا من بقالي أكتر من 15 يوم البيت بيولع لوحده. اول حريقه حصلت يوم الجمعه قبل اللي فاتت دي، لا اللي قبلها كان في هنا حريقه ديت، وفي كان في ورا حريقه طفيناها وقلنا ما فيش اي حاجه، وقلنا ممكن يكون عيل صغير. جينا بعدها باربع ايام على يوم الاربع او الثلاث، اكتر من خمس ست مرات حريقه في البيت تحت وفوق في الدور الثاني في كل حته حريقه. انا يوم اوضه الاطفال ديت كنت نايم في الركنه ماشي، ومفيش غير انا، مراتي كانت بتجيب طلبات من بره، دخلت البيت، الاوضه ديت الشباك مقفول والاوضه مقفوله، باب الاوضه مقفول، لقيت الدخان طالع من الباب. سيبت انا حماه، سيبت بيتي وقعدت هنا اكتر من 10 ايام، ولع بالليل مفيش ولع بالليل نهائي، هي بتولع بالنهار بس، وبعد العصر بالذات بعد اذان العصر كل يوم تلاقينا قاعدين هنا مستنيين ان احنا نطفي، لغايه ما بقينا نسيب الخراطيم راكبه في الحنفيات عشان نطفوا بيه، محضرين نفسنا. اهلي جوزي بقى كل واحد يجي يسالني يقول لي انت موتي وطاط، سميتي وطاط ده، انت فتحتي كتاب وقعدتي تجري فيه وحضرته ما عرفتش تصرفيه، انت كبيتي ميه سخنه في الحمام، كبيتي زيت، يعني احنا سمعنا من البلد حاجات يا ما خلص لحد الواحد مزاج صراحه. البيت ده بيولع لوحده تمام، يعني اول حريقه كان يوم جمعه بعد صلاه العصر، لقينا الشباك بالستاره ولعت لوحدها، كنا شاكين في الاول في الجيران اللي هو الفرن او حد عمل حاجه او رمى سجاره. فالمهم غابت بعد الحريقه دي، غابت يومين ثلاثه بالظبط. بعد اليومين ثلاثه اول ما جينا لقينا السطح بيولع لوحده، عشش بتولع لوحدها، الشيوخ اللي كانت تيجي اللي يقول جن واللي يقول ده سحر معمول واللي يقول ده في اثار تحت البيت واللي يقول ده بترول. فالشيوخ اللي كانت تيجي كانت يعني كده، ده كان كلام الشيوخ اللي كانت تيجي. دي شقه عريس بقاله سنتين متجوز، يعني ده بقاله سنتين متجوز، جميع العفش بتاعه البيت راح، مفيش حاجه، يا دوبك اوضه واحده في البيت كله اللي ما ولعتش، اللي هي اوضه اللي هي بتاعه اوضه الجلوس اللي فيها ايات قرانيه. امال جميع البيت كله زي ما انت شايف، دولاب وسرير لبس اطفال، حريقه في الشقه من تحت، نزلنا برضه ايه طفيناها، بس مروه ما نخش ما بتستغرقش بتاع 3 دقايق وتجي مطفيه لوحدها. برضه مثلا الناس كل واحد يروح بيته والبيت يفضى ربع ساعه وثلث ساعه بكتيره، تلاقي البيت ولع لوحده برضه. غبنا على كده ازيد من 5 6 ايام. شيوخ بقى جت ما لهاش اول من اخر، واقفين قبل كده برضه هنا لقينا الغساله بتولع من نفسها فوق هنا، في نفس المنظر اللي انت بتصور فيه ده. الحل من الناحيه الدينيه اللي هو كتاب الله عز وجل، الرقيه الشرعيه. كلنا بفضل الله اهل البيت عندهم ايمان خالص بالله عز وجل، يمكن اهل القريه كلها ان شاء الله في يقين ان احنا الامر ده ما حدش هيطلعنا منه غير ربنا سبحانه وتعالى. وبالفعل يعني اجتمع كثير من مشايخ القريه ومن خارج القريه، وبدانا بعمل الرقيه الشرعيه، وبفضل الله عز وجل يعني ان شاء الله في تحسن، ان شاء الله هيبقى في ان شاء الله من عند ربنا خير، يعني باذن الله ان ربنا يرفع عنا الضر والبلاء ده ان شاء الله.